وقد أكدت مصر أن القضية الفلسطينية ستظل القضية العربية المركزية والأولى والأولى، محملة المجتمع الدولي مسؤولية الإخفاق في تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني. لا بديل عن حل الدولتين بقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على خطوط يونيو 67 وفقا لقرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن. ولحين تحقيق الهدف المنشود ستظل القضية الفلسطينية هي القضية العربية المركزية والأولى، بل والقضية العادلة للمجتمع الدولي الذي أخفق في تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق وأظهر ازدواجية غير مقبولة في المعايير في تعاطيه مع الاحتلال الإسرائيلي، بما ساهم في تقويض أسس ومبادئ القانون الدولي بصفة عامة وأضعف من إرساء منظومة دولية تحترم تلك القوانين، بما ترتب عليه تداعيات وخيمة نراها تتفاقم وتزداد في سلبياتها كلما استمر الوضع على ما هو عليه.